السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر هذا الفيديو ثلاث كلمات: عافية أهل الفلوجة. فقد جاءت من الفلوجة بشريات بانتشار السنة في ربوع هذا البلد الحبيب. الفلوجة طبعا واحدة من المدن العراقية الكريمة. نسمع البشرى من لسان أعداء السنة أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى. يعني لا أعرف هل أعلق أم لا أعلق، لأن ما في لمسجد. هؤلاء الذين اجتمعوا ليحذروا الناس من انتشار السنة في الفلوجة. نعم. من أول يوم أحق أن تقوم فيه تسويق الفكر المتطرف والمتشدد من خلال افتتاح بعض المساجد التي يحمل القائمون عليها أجندات مشبوهة. أجندات مشبوهة مفعول به منصوب. وسوابق في من الفكر وسوابق، لأنه معطوف على منصوب. هذا الناطق الذي يقدم لكم ويفتتح لكم الكلمة التي سيلقيها علماء الفلوجة بنظره، علماء أهل البدع في الفلوجة الذين اغتاظوا من انتشار السنة هناك. منحرف عبر شخصيات من خارج المدينة، لذا نعلن استنكارنا السماح لهذه الجماعات المنحرفة فكريا. هناك حقيقة هجمة تحمل بصمات الفكر التكفيري، الفكر الذي حقيقة أنتج القاعدة وأنتج داعش. طبعا لابد من ذكر القاعدة وداعش وهذه الأمور حتى يشوهوا صور الناس، وإلا فهم يتكلمون عن أناس كما وصفوهم وهابية، بل وأناس من محبي الشيخ الألباني، ولا يوجد علاقة بين فكر الوهابية وفكر الشيخ الألباني بفكر من ذكرهم داعش وما شابه ذلك، إلا أن هناك مصنفات يعني لمحمد بن عبد الوهاب جمع فيها الحديث النبوي كما فعل البخاري وكذا، وهؤلاء قد يقرؤونها. نعم. الفكر الوهابي التكفيري، الفلوجة بأهلها بشبابها برجالها بشيوخها بعلمائها لن تسمح لعودة. ترى هؤلاء علماءها. الفكر الوهابي التكفيري والكل معنا وأبناء الفلوجة الكل معنا. السابق يقول الفلوجة بشبابها وعلمائها، وهذا يقول أهل الفلوجة كلهم معنا. لنرى أهل الفلوجة بأنفسهم كيف علقوا على هذا الفيديو على قناة إخبارية، على صفحة إخبارية خاصة بالفلوجة. أحمد البحر يقول: تكبير أشرد الأربيل، على كيفكم؟ الناس عرفت الحق من الباطل، أهل الفلوجة يعرفونكم، ما وقفتم على السريع وأغلقتم المساجد، كل قطرة دم سالت من الأبرياء وكل نفس زهقت هي بسببكم، ولسوف تسألون عنها، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، أنتم كالحرباء. يومية لون 142 يعني إعجاب وقلب أرسل لهذا الأخ. مجيد حميد يقول: مبارك عليكم الرباط المحمدي كثرة السحرة والمشعوذين. 115 شخص معجب بكلام. قصي الحلبوس يقول: عمي ما حد ظل يمشي ورا خرافاتكم، وهاي زعبلات جماعة السريع قادمون يا بغداد، خلي ناس مستقرة الله لا يكثركم. وهذا يعني في 136 إعجاب. على فكرة أنا ماني عارف، ما فهمت قضية السريع إيش هي بالضبط، لكن على العموم. أبو موسى يقول: راح تهجمون الفلوجة، تهجمون بالعراقي يعني تدمرونها وتخربونها، راح تهجمون الفلوجة حسبنا الله ونعم الوكيل. 53 معجب بكلام. عامر أبو جنات يقول: هذا دليل على أنكم لستم على الحق، اجتماعهم هذا مثل كما سيقول بعد قليل أحد الإخوة. وعليه 92 إعجاب. عمار العبيدي يقول: ولكم لو أكو حكومة صدق أول ما تبدأ بيكم، أنتم خراب البلد، أنتم من تسبب بتهجير الأنبار، كافي السلفية من زمن صدام موجودين وما سمعنا منهم مشكلة، بس أنتوا هجمتوا بيوت العالم، مثل ما قلنا هجمتوا يعني خربتوا. 69 أعجاب وقلب على كلامه. أحمد الشافعي وكلامه يعني هذا اللي خطر في بالي، يقول: ذكروني باجتماع قبائل قريش ضد الدين في بداية ظهوره، عندما أحسوا بالخطر وعندما أحسوا بأن منهج الشريعة الحقيقي بدأ بالانتشار بين العالم، هذا هو منهاج السلف على غرار منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيمضي قدما شئتم أم أبيتم. 121 أيضا معجب بتعليقي. أنا أذكر الأعداد، مو هؤلاء يقولون أهل الفلوجة، نحن أهل الفلوجة معنا.
مصطفى الوسمي المشهداني يقول: تخسون يا ولدو على أساس أنتو أحسن من السلف الصالح، يعني لأن ما يضربون درباشة سويتوا فكر متطرف وتكفيري، لأن ما ينضوي تحت مظلتكم الباغية الضالة، أصلا أنتم كلكم تابعين للأحزاب وكلمة حق ما تقدرون تقولون، تأخذون خطبكم من الوقف مكتوبة بورقة لطفك يا لطيف، و65 معجب. فهؤلاء أهل الفلوجة الذين تقول أهل الفلوجة معك. قبل أن نسمع باقي البشريات اسمع كيف يقولون، يعني شوف بحضرة كل هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل علم وهم أهل افتراء، لأنهم سكتوا على الباطل. اسمع ماذا سيقول هذا الإنسان واحكم أنت، حتى لو كنت مخالفا لأهل السنة وحتى لو كنت من أي طائفة، اسمع الكلام واحكم. مجموعة ضالة، مجموعة تطعن بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون النبي محمد عليه الصلاة والسلام شرطي بلغ وراح. طيب بالله عليكم، لو أن هناك فعلا أناس يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم شرطي بلغ وراح، هل هؤلاء مسلمون؟ هل هؤلاء وهابيون؟ هؤلاء كفار. هذا الكلام على فكرة هو المنقول عن الأشعرية، منقول عن ابن فورك أنه كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نقل عنه ابن قدامة في المناظرة في القرآن، كان يقول ابن فورك، هكذا نقل عنه، كذلك نقل عنه ابن حزم كذلك هذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا الآن بعد موته، خلاص ما عاد رسول. هذا نقل عن ابن فورك، حتى الأشعرية تبرأوا من مقالته وقالوا هذه المقالة لا تعبر عنا. هذه تنسبها لأهل السنة ثم يطعنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تكفير. الشيء الآخر يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام الآن يمنعون الصلاة على النبي ويمنعون التسبيحات الذي يمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع التسبيح هذا كافر بلا خلاف. من أين وجدت هذا؟ يمنعون نعم أن يكون المؤذن يجعلها بعد الأذان، هذا ليس من السنة، لكن يمنعون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الذي يمنعها كافر، فكلامه كذب، وهؤلاء كلهم شهود زور، وإلا لتكلموا وقالوا هذا لا كذب على الناس ونحن ضدهم، لكن لا نرتضي بالكذب عليهم. يمنعون قراءة القرآن ويقولون بدعة. بالله أحد يمنع قراءة القرآن ويقول بدعة؟ بالله عليكم أحد ينتسب إلى الإسلام، ولك أكثر إنسان منافق ينتسب إلى الإسلام يقول قراءة القرآن بدعة؟ هذه المجموعة اللي نقول عليها ضالة، هم يتبعون رجل في الأردن كان في السعودية وطرد وذهب إلى الأردن ومات في الأردن، يقصد الشيخ الألباني، وبقم أولاده وهم الآن يرسلون الأموال لهم، يقصد الشيخ الألباني، لأن فعلا كان في السعودية وصار عنده مشاكل في السعودية وبعدين ذهب إلى الأردن وعاش فيها حتى توفي. ما أخوك الذي تكلم قبل قليل يقول هؤلاء نوال الدواعش للقاعدة، طيب الدواعش يميلون إلى التكفير والشيخ الألباني يحذر بشكل كبير من التكفير، حتى يعني بعض الناس قال هذا يعني تساهل جدا في هذا الموضوع، فكيف يكون هناك توافق بين فكر الألباني وفكر هؤلاء؟ دليل على أنكم لا تقولون الحق. على العموم نسمع. قبل يومين أو ثلاثة افتتح لهم مسجدان في الجغيف الثانية، الله أكبر، جميل، وأخرى أيضا في أطراف الفلوجة في العامرية، أربعة ما شاء الله، إذن هناك انتشار كبير في الفلوجة لأهل السنة. لذلك نرجو من أخوتنا في ديوان الوقف السني أي مسجد في الفلوجة إلا بعد استشارة علمائها. علمائها يقصد نفسه هو والجماعة اللي حوله. ترى الفلوجة ما لها كبيرة، يعني أربع مساجد سنية في الفلوجة، بالرغم من وجود أمثال هؤلاء، بالرغم من الضغط عليهم على أهل السنة، يعني ضغط هؤلاء على أهل السنة، مع ذلك انتشار السنة لدرجة فتح أربع مساجد، هذا شيء يعني من المبشرات الكبيرة. نتبرأ من أي فكر دخيل على المجتمع، لأنه أي فكر يخالف السلم المجتمعي نقف ضده، وهذه الوقفة هي خير مثال على أننا نستنكر هذا الفكر الدخيل الذي دخل على مجتمعنا وفي قلب مساجدنا. وهذه بشرى أخرى، أن انتشار أهل السنة ليس فقط في المساجد الأربعة، بل حتى في مساجد هؤلاء صاروا يرون أهل السنة ويرون انتشار السنة بينهم. الحمد لله، والله هذه بشريات يا إخواني. بحمد الله تعالى، كل من فتح قلبه، كل من فتح عقله، كل من أحب الوحي وأحب أن يتلقى الوحي
غضا طريا صافيا نقيا ليكونن من أهل السنة ولا يتبعن سبيل أهل السنة. هذه بشريات أحببت أن أنقلها لكم من باب التعرف على فضل الله أولا، ومن باب مكايدة هؤلاء ثانيا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.